التجارة الإلكترونية قد غيرت الطريقة التي نقوم من خلالها بالبيع والشراء. هنالك من المنتجات والخدمات اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبأسعار أكثر انخفاضاً، وكان لذلك تأثيراً إيجابياً على كل من الشركات والعملاء. تدرك وزارة المواصلات والاتصالات المنافع التي يحققها ذلك للأفراد والاقتصاد دولة قطر، كما ونتفهم الإمكانيات المستقبلية. لذلك قمنا بتطوير موقع مخصص لتحقيق الازدهار في عالم التجارة الإلكترونية في قطر. بوابتنا هي دليلك الشامل لتجربة التجارة الإلكترونية المثالية. بالنسبة للعملاء، فإن المعلومات المتوفرة تساعدك على فهم حقوقك وتزودك بإرشادات حول كيفية تمييز أي المواقع آمنة الاستخدام، وما يمكنك أن تتوقعه من المنتجات التي قمت بشرائها، وما ينبغي أن تفعله عندما لا تسير الأمور كما ينبغي. أما بشأن الشركات، فنحن نوفر حزمة كاملة من المعلومات، بدءاً ببعض الإرشادات حول كيفية جعل موقعك الإلكتروني أكثر جاذبية للعملاء، وحتى خيارات الدفع الأكثر كفاءة وأمناً وطرقاً مضمونة ومجربة لإتمام طلباتك بفعالية تامة، بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تم اختبارها وتجربتها لتحقيق التجارة الإلكترونية الفعالة. تسعى وزارة المواصلات والاتصالات إلى إتاحة فرص التواصل ما بين العملاء والشركات لتهيئة بيئة مناسبة ومزدهرة للتجارة الإلكترونية في قطر. للحصول على دليل شامل حول كيفية تحقيق أقصى فائدة من تجربة التجارة الإلكترونية، سواء كنت عميلاً أم رجل أعمال، قم بزيارة موقعنا على e-commerceqatar.qa لمزيد من الأفكار والمعلومات والتحديثات المستمرة. نحن هنا للمساعدة.